الله معك يا خيي، الله معك يا خيي، الله معك. طب ليه عم تدفشني ها؟ خيي بعتذر، جيب لي خالتك يا هون. وقالت لي قالت لي بتتحدث انت ويا اللي حجر بحدسك. بالعربي بتحكي ولا بالاجنبي؟ نعم. الله معك بعد اذنك، الله يا خيي، الله معك، الله ليه عم تدفشني؟ خيي الله معك يا خيي، الله معك، الله معك. خي انتم مسكرين الباب. تفضل خي، هيك بفوت ابني، سكره خي، بس هيك بفوتوا. قصدي انا عم تفضل خي، تفضل على وسهلا. بس قصدي انت مسكره الباب. طيب خي مفتح فكره، تفضل. يعطيك العافيه. الله يعافيك. بعثتني خالتي قالت لي عندك مسابح شي حلو. اهلا وسهلا. انا بدي اخذهم لسفر معي لبرا. على راسي. وبدي كم خاطم يكونوا كمان مرتبين. تكرم عينك موجود. بس المسابح انا ما بفهم فيهم. يعني بكل صراحة بدي اخذهم لبيي لمرتي. اوكي. وبيي لمرتي عنده خيو بحبهم. وخيو لعمي يعني هو بيي مرتي. اوكي. عنده ابن كمان بحب المسابح، هن عايشين برا. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك. فبدي اخذ لهم شيء مسبحتين، مسبح كم مسبحتين؟ اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. كله موجود، كله موجود. ايه. طيب. بتحب تشوف الخواتم؟ بتحب شو بدك؟ بخدمتك. المسابح هون المسابح كلهم؟ كلهم، تفضل. ايه. قد ايه بتبلش المسبحة تقريبا؟ يعني عندك بال 50 70 80. ايه. أنت وطالع. ايه. بس كله شيء مرتب. 80 شو؟ 80 دولار، 80 شو؟ 80 دولار. ما بتحكي. تفضل شوف لي هي. ايه. انت عم تحكي 80 دولار المسبحة؟ ليش مستغرب؟ مسبحة؟ ايه مسبحة. لا ما بدي هذا السعر انا. طيب على كل حال ما بدي هالسعر، بس انه هلا بركي بتعطيني ارخص. اخي مش مشكلة، انت بس ليك سؤال، بس سؤال. يعني انا بهمني انه انا بحكيك اياها بصراحة. تفضل. انا عن جد جاي ومستحي، هلا مسابح رح اخذهم. وهيدي المسبحة شفتها هاي؟ ايه مظبوط. شفتها لهاي؟ صحيح. هيدي عندي عمي انا بيي لمرتي. الله يخليك. بيقعد معلم تعرف، بيقعد الرجال الكبار. بيقعد بيتربع بفرشخ اجريه هيك. عمي كل ما بيكتر ذنوبه بيكبر المسبحه. هو من صغره يعني بلش بوحده صغيره صغيره هالقد، كبر ذنوبه وكبرها. ايه الله يعافي عمي، شو بدي اقول. ايه هلا انا المساله مش على المسبحه، هلا هيدي هي اللي حنخلو اياها. تكرم عينك. ها بس انا بهمني عندك حجر؟ حجر بيحكي لحاله بالليل؟ بيحكي لحاله. لا عندي حجر بيغني لحاله. بدك شيء يا زلمه؟ شو عم تحكي جد ولا عم تمزح انت؟ حجر بيحكي لحاله؟ شو بيحكي لحاله؟ صيني بدك ايه ولا عربي؟ لا بس انا ما غلط معك. مش بدي حجر بالليل اذا انا فقت تنتين يحدثني حدثه، يعني حجر عادي، حجر 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 يعني حجر. هذا شو بسموه؟ هذا الحجر شو بسموه الورا؟ صاير معك شيء انت؟ بهيك شيء؟ لا يا خيي ملطوش يعني، عفوا بس انا ما غلط معك. انت لا بتغلط بكلمتك. حجر بيحكي، انت جيب لك حجر بيحكي. ايه يا خيي. وين؟ طول جيب بالك. لي قرب اشتري يا خيي. طول بالك. طولنا بالك. طول بالك. طولنا بالنا. تفضل. بالزمان ايه ستة كانت تظهر تقعد تضيع حد البيت. ايه وكان في صخره قدامها تقعد تحدث وياها بالصخره. حلو. بعد عايشه ستك؟ لا عطتك عمرها. بس قصدي الله يرحمها. قصدي وين المشكله؟ انا بدي هذا الحجر خيي. لا حول ولا قوه يا حبيب القلب. انا ماني موجود هون، انا ماني صاحب المحل، انا جاره طلع يتغدى. يلعن الساعه اللي قعدت فيهم. بعد اذنك تفضل لبرا. ما غلط معك. لا حول ولا قوه، برجع بقول لي ما غلط معك. قصدي اذا انت ما بتعرف فيه بركي جاء وبركي صاحب المحل بيعرف فيه. يا خيي الله معك، الله معك. بس تيجي خي، بس تيجي بتيجي لعندي بركي صاحب المحل بيعرف فيه. خي اوكي على راسي، انت مين؟ بس تيجي اهلا وسهلا. تفضل. الله معك. انت مين بتكون؟ انا جاره خي. طب انت على شو عم تحكي معي؟ خي انا جاره خي، ما بدي شيء خي. تفضل. بس ما انت عم تحكي معي. لا تحكي معي. تفضل. الله معك. قصدي انت بس عم تحكي معي. عمي الله معك يا عم. بس انا بشو غلطت يا خي؟ ما غلطت، بس عم تقول لي هيك خي. انا ما بعرف بيه، ما عندي اياه. بس تيجي صاحب المحل اذا قال لك عنده اهلا وسهلا. قصدي حجر، هيدا حجر خي. حجر حجر. الله الله معك بعد اذنك. قصدي هذا حجر. بعد اذنك خيي. لا بعد اذنك يا خيي. الله معك. عفوا الله معك. الله معك يا خيي. يا خيي الله معك. طب ليه عم تدفشني ها؟ خيي بعتذر. بس انا ما غلط معك. لا حول. تفضل. بس انا ما غلط معك. لحظه يا خيي. انا ما غلط معك. فهمت كل هذا ما غلط معك. شو بدك تعمل؟ ما عم قلت لي صاحب المحل مش هون. خيي ما تقطع بس تيجي. طب بركي صاحب المحل عنده، هو عنده خبر. خيي اوكي اهلا وسهلا. هلا تفضل لبرا. قصدي بركي صاحب المحل عنده هيدا الحجر. لا حول ولا قوه. هي خالتي متذكره قالت لي عنده.
جيب لي خالتك يا هون. وقالت لي قالت لي بتعرف تحدث انت ويلا حدا وبحدثك بالعربي بيحكي ولا بالاجنبي؟ نعم شو بيحكي بالعربي ولا بالاجنبي؟ انت اللغه اللي بدك اياها بتجلس له بيحكي معك. والله يا عمي خي يلا يلا قصدي بركي انت ما معك خبر يا خي. الله معك بعد اذنك. الله يا خي الله معك. الله لا بدك خي الله معك يا خي الله معك. بس انا ما غلطت معك خي يا حبيب القلب على راسي ما غلطت معي. الله بس كلمه بس كلمه يا خي انا ما غلطت معك بس عايز شو غلطت معي يا خي بس تيجي صاحب المحل بتجي يا خي عايز بركي صاحب المحل يا خي لا بلكن ولا شيء يا خي بس على راسي يا خي على راسي شو القصه شباب ليه معصب هذا ليه معصب شوف واضحك معنا تحكي من القلب اوعى تزعل منا لولا كنت تضل شوف وضحك معنا تحكي من القلب انت كتبانا بنات كاميرا خفيه نحن شوف تضحك معنا نحن متفقين نحن وصاحب المحل وصاحب المحل هي واقف برا عن جد واقف برا وحضرنا وسمعنا ضلك متابعنا وحضرنا وسمعنا ولك اوعى تزعل منا اوعى لولا كنت تضل اوعك تزعل منا اوعك لولا اكلت الضر اوعك تزعل منا